باشمهندس، التحول الرقمي في زراعة النخيل منين جت الفكرة؟ لأنه أعتقد إن إحنا أول مرة نسمع عنها. طبعا جت لنا الفكره هنا في ان احنا ننفذ منظومه التحول الرقمي. جت بعد التوسع في المساحات المزرعه، زي ما سياده اللي هو قال ان احنا زرعنا مساحات كبيره جدا بالنخيل، مش على مستوى مزرعه توشكا بس، لا كمان في المزارع الثانيه في على الشركه كلها. طبعا كان الهدف منها اننا نبدا في تحويل قاعده البيانات الخاصه بالنخيل من مرحله التدوين الورقي اننا نبدا نحولها لمرحله تسجيل رقمي. المرحلة دي بيكون فيها جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالنخلة بشكل تقني، بدءا من زراعتها طبعا لحد ان شاء الله ما توصل لمرحلة الانتاجية. كمان نبدأ نتابع ونراقب مؤشرات الأداء وكفاءة العمليات الزراعية اللي بتتم على القطع الزراعية عندنا، عشان طبعا ده بيكون على من خلال قاعدة بيانات او من خلال وحدة تقارير مركزية موجودة عندنا في وحدة التحكم المركزي، دي موجودة في قيادة المزرعة، ومنها زي ما هنتكلم بعد كده ان احنا ازاي نقلناها لرئاسة الشركة عشان يبقى في متابعة طبعا على من رئاسة الشركة ومن المزرعة في وقت واحد.